هل جديد الإخوة الأخوات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي كتقلب على الشقق، جبتكم بروجي في المستوى، فيه 12 ديال الشقق، في كل طابق كاين 3 كما كتشوفوا الدخلات العمارة. في المستوى كاين قبلتك هاد المرايا هادي، كاين لاسونسور فيهم. دابا حنا في الطابق الأرضي ولكن محسوب الطابق الأول، حيت كاين كراجات من تحت، دروج كبارين مرتاحين، طلع الأثاث كيما بغيتي، فيهم شي 1.70 متر ولا 1.5 متر. هادي اللي قبلتنا اللي غنصوركم دابا، مساحة ديالها 79 متر، والثمن 7000 درهم للمتر مع القليل من المفاهمة. فيهم شروط الدعم ديال 7 د المليون. خليكم مع الفيديو، غنوريكم فيه 3 ديال البارتمات. مترو 80 ولا تقريبا جوج ونص على شي 1.90 متر. هيداك المترو 80 قبالتك ديريكت كتجبر الصالون، هانتوما ديريكت كتجبر الصالون، هانتوما هاي الدخل ديال الباب. هذا الحمام دوش كبيرة، بيت بالبالكون ديالو على الشارع الرئيسي، على الشارع كنأكدكم طبعا، شارع رئيسي. هذا هو بلاكار في البيت الأولاني، هذه فيها غير جوج بيوت، عندي اللي فيها 3 بيوت ومساحة ناقصة على هذه. بيت الثاني تاهو بالبالكون ديالو، بلاكار ديالو كنأكد لكم تاهما ديزاين جديد، فينيسيون ديال 24، فيهم حتى الدعم. الكويزين بلاصة النبيرة، وعندك حتى البالكون ديالها. هادي ابارتمان اللي غنصوركم الاولانيه، غنوريكم بارتمات اخرين، خليكم مع الفيديو باش نوريكم بارتمات اخرين. هادي باقي عندي فيها 3 د البيوت، هادي بدا فيها 3 د البيوت. كاين الدخل، كاين السيجو هنايا، كاين السيجو، جو دو بيوت هنايا والحمام. كنزيدو كنجبرو الصالون، هانتوما كيما كتشوفو الصالون الاخوان الاخوات، عندك السيجو والصالون 3 د البيوت. هذا بيت ثالث، مبغيتش نوريكم جوج حيت كاين الناس منصورهمشي. هذا بيت ثالث بلاكار ديالو، هذه المساحة هي 79 متر. لا كويزين هانتوما، خليكم مع الفيديو باش نوريكم بارتمات كاملين اللي باقيين لي هنا. هنايا كاين جوج د البيوت، هانتا البيت الأولاني، محصات باتيو ديالنا. هادي رقم 4 مع الدخل الباب، كنجبرو قبلتنا هاد الصالون. هادي جوج الواجهات فيها، هانتوما ديزاين جديد. على يدنا اليمين كاين بلاصة تلاجة، كوزينة بالبالكون ديالها، كوزينة كبيرة جات في الطول. هانتوما كوزينة بالبالكون ديالها، 3 د البيوت، كل بيت فيه بلاكار وكاين بالكونيس. هنا كاين دوش كبيرة، زاج مركب كلشي ديالها. بيت الأولاني، هانتوما البيت الأولاني بالبلاكار ديالو. هاد العمارة بلاكار إسكاني في البيوت، كل بيت فيه بلاكار ديالو طبعا. بيت الثاني بالبالكون ديالو، واحد البالكون صغير وبلاكار ديالو تا هو. شوف العمارة ممتازة، وبارتمات اللي باقي حاجة قليلة الإخوة الأخوات، استغلوا الفرصة. هذا بيت ثالث بالبالكون على الشارع، على الشارع الرئيسي. بارتمات باقي اللي هنا قلالين الإخوة الأخوات. هذه المساحة ديالها 75 متر، الثمن ديالها 7500 درهم للمتر، والتحتانية اللي شفتو معايا في الفيديو 7000 درهم. المساحة ديالها حتى هي 79 متر. هذوك ناقصين، باقي لي واحد في صالة أخرى منوريها لكم، شي اللي بغا انتريسي يتواصل معاه.